ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. علمت ماروك أخبار يومية من مصادر إعلامية أن عناصر الدرك الملكي لولاد عياد إقليم الفقيه بن صالح تمكنت ليلة الثلاثاء الأربعاء وفي ظرف وجيز من اعتقال المشتبه فيه بقتل صديقه بضواحي سوق السبت، وتم عرضه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عنه النيابة العامة المختصة. وكان المشتبه فيه بالقتل في جلسة خمرية مع الضحية في منطقة خلاء بطريق دار الشمس ليدخل معا في عراك، استلم معه المعتدي سكينا ونحر به صديقه من الوريد إلى الوريد، ثم لاد بالفرار عبر دراجته النارية من نوع 96. لكن تمكنت سيدة شجاعة من توثيق فيديو للحظة هروبه، وهو ما ساعد الدرك بسرعة في تحديد هويته، حيث قام المعتدي بمخاطبة سيدة صاحبة الفيديو قائلا: صاحبي وتعدى عليا وانتم مالكم، عيط اللومبيلونس. وأشادت الساكنة برجال الدرك الملكي لولاد عياد الذين في كل مرة يبرهنون عن حنكتهم في مثل هذه الجرائم وتمكنهم من تفكيك خيوطها في ظرف زمني قياسي ومحاصرة المشتبه فيه بالقتل واعتقاله قبل فراره إلى خارج المدينة. صور 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 بس تعدى عليا اش عندكم؟ تعدى عليك؟ واخ شوف هذا البوليس الناس نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.